لكن حول هذا الوضع سواء كان في بريطانيا أو فرنسا أو في مناطق أخرى، معي من لندن مراسلنا جياب أبو صفية. جياب، كيف يبدو الوضع يعني في بريطانيا خصوصا؟ أعداد كبيرة، إجراءات أيضا، البعض يذهب، ربما نرى يعني إجراءات أكثر حدة خلال الأيام القادمة، كيف تبدو الأوضاع جياب؟ نعم ماجد، هذا ممكن، ولكن كل ذلك سيعتمد على البيانات الخاصة بأعداد الإصابات وأعداد عمليات التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة، والتي سيعلن عنها على أقصى تقدير يوم الأربعاء، ومن ثم ستبني الحكومة قراراتها مبنية على هذا الأساس. ولكن كما ذكرت في الخبر، هناك بعض الإشارات الإيجابية فيما يتعلق بفعالية اللقاحات ضد متحور أوميكرون، أيضا عمليات الاستشفاء أو دخول المرضى إلى المستشفيات هي ليست بالأعداد الكبيرة مقارنة بأعداد الإصابات الهائلة، يعني تسجل أكثر من 150 ألف إصابة بشكل يومي هنا في المملكة المتحدة، خصوصا في العاصمة البريطانية لندن، التي باتت إن صح التعبير بالإطلاق كلمة موبوءة عليها من كثر عدد الإصابات هنا. هناك ضغط على قطاع الصحة العامة، ليس فقط بالنسبة لإصابات كورونا، ولكن عادة في بدايات العام من كل سنة هناك ضغط بإصابات غير مرتبطة بكورونا أو عمليات أو أمراض غير مرتبطة بإصابات فيروس كورونا. كل ذلك وكل هذه الأرقام سيكون نتيجتها خصوصا أن عملية الإجراءات لم تفرض أي إجراءات أو قيود خلال فترة الأعياد الماضية، والبيانات ستظهر خلال يوم الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، وستبني عليه الحكومة إذا ما كانت ذاهبة بتجديد الإجراءات أم لا. ولكن بالنسبة للمدارس، هناك عودة للمدارس، لا تغيير على ذلك، ولكن على الأقل هناك بحسب الإحصائيات 1 مليون موظف لم يتمكنوا من الذهاب إلى مقاعد عملهم، كانت في مدارس في قطاع التعليم الحيوي والأساسي أو حتى في قطاع الصحة، وهذا ما سيشكل إشكالية. عمليات العزل الذاتي للمصابين أو للمخالطين مصابين بفيروس كورونا، هذه هي الإشكالية الأساسية التي باتت اليوم كانت في قطاع الصحة أو في قطاع التعليم أو القطاعات الحيوية الأخرى. ننتظر يوم الأربعاء والذي سيكون الإعلان المرتقب للحكومة البريطانية حول إذا ما هي كانت ذاهبة إلى تجديد هذه الإجراءات أو الإبقاء على الحال كما هو عليه الآن. من لندن مراسلنا جياب أبو صفية، شكرا لك جياب.